ده اثبات قوي بس عليك الفورمولا النهائيه بس اللي هو ان بتساوي ساين على ساين في ساين ايه بلس دي اليوم على ايه وتحت ساين على خلاص فالاثبات مبني بس الفاينل فورمولا عليه في اثبات ثاني مبني والفاينل فورمولا بتاعته تماما اللي هو الاثبات بتاع اوله ماينس ديفرنشيشن اسمه دي يعني الاديوكيشن انجل اللي هي كابيتال دي باي دي لندا ماينس دي باي دي لندا ده مبني بالفاينل فورمولا بتاعته الكلام ده هتحطه التفصيل ده على الجروب بتاع الفيسبوك. بارقام المعادلات المعادلية. شابتر 5 لغينا في سيكشن 5.1 5.2 5.3 5.4 فتقريبا نص الشابتر كده فقط هنبتدي دلوقتي من 5.5 اللي باقي في الشابتر تقريبا 15 صفحة في الاخر. بس المسائل كلها عليه مش مسائل فضائية. ازاي؟ لان الاطار كله كان شوية دش رمي 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 ما فيهوش الطريق المسائل. الناس بتتكلم ورا انا مستعد اطلب بس الخير كتير قوي فمفيش مشكله انا مش عايز اسيب ذكرى سيئه مع حد. طيب اللي بعد كده شابتر 6 7 خلاص ف 6 7 عندي يبقى انت بس تفك الساعه لو انت عندك مشكله في الفيزيك بس في درجات سهله عندك شابترين الا يعني 4 ناقص اثباتين و5 نص رايح هذه كل قصه الاوبتكس اول حاجه والقصه بتاعت الاوبتكس في المسائل هتلاقي الجزء بتاع شابتر 4 كله بريزم فدي حاجه انت اوريدي عندكم فكره عنها والجزء بتاع شابتر 5 شويه على حساب شويه عندكم فكره عنها فقصه الاوبتكس في الفاينل 20 ل 25 درجه دول المفروض ان انت تخش كده واحنا هنراعي ان احنا مفيش سكاشن في الاوبتكس غير يعني شويه اللي حصل في شابتر 4 بمعنى السكاشن الاسبوع ده مفيش غير النهارده وبكره شويه سكاشن كده لان عايز يحضر شيت 4 شيت 4 فين نزل على الجروب من زمان قوي تخش جروب بتاع الفيزكس في تاب من فوق كده اسمه فايلز فايلز بكره حاجه فجوه فايلز ده هتلاقي شيت 4 وهو نزل هيت اوبتكس بس ما نزلش شيت 4 ماجنتيزم فالسكاشن اللي باقيه علشان شيت 4 اللي ما حضرش النهارده الثانيه المفروض دلوقتي يعني فالناس اللي هي ما يهمهمش الموضوع الثالثة في 149 والرابعة في 170 النهاردة بكرة الثالثة والرابعة في 192 وبعد كده في ضرب الـ ضرب الـ يبقى النهاردة الثالثة والرابعة في 149 بكرة الثالثة 192 والرابعة في ضرب الـ مفيش بعد كده سكاشن خلاص خلصت سكاشن وشيت خمسة لو نزل هيبقى مسافر دي آخر محاضرة لو خلصت اللي أنا عايزه وأنا هخلص اللي أنا عايزه فهنخلص النهارده كل سنه وانتم طيبين الاسبوع الجاي ما بعرفش اشتغل في الدوسه الناس لو في ورقه انتوا جايين عشان تضربوا حاجه ولا جايين تضربوا طيب يبقى ده الموقف بالنسبه للسكاشن الناس اللي بتدش ده ممكن تضم على بعض شويه يا جماعه احنا بنشتغل في فراغات يعني. يبقى الموقف بالنسبه للسكاشن اهو وخلاص كده الشتاء عرفناها. بالنسبه بقى للقصص بتاعت امتحان اعمال السنه والمعمل والكلام ده. اعمال السنه والمعمل والحاجات دي يعني اعمال السنه المفروض انها براسه الدكتور بقى حطها على الفيسبوك اللي عنده مشكله في رصد الدرجه يروح لحد المدير يا اما الدكتور سامع عشان هو رئيس الشعبه يا اما الدكتور بدر اللي هو ماسك اعمال السنه. اي حد تاني مش هيفيدك هما الاثنين دول خلاص كده فهتروح تتكلم في الرصد مع دكتور سامي او دكتور بنا ويمكن دكتور بنا اكتر في موضوع الرصد موضوع التصميمات لانه في ناس عايزين الموديل انسر بتاع الامتحان بتاع اعمال السنه علشان يقارنوا اجاباتهم ويشوفوا هل فعلا الانسان مضر كده ولا لا برضه مع دكتور سامي ودكتور بنا خلاص كده اي حد تاني مش هيفيدك دكتور سامي رئيس الشعبه دكتور بنا مش عارف اعمال السنه انتهينا خلاص بالنسبه للامتحانات اللي ضاعت بتاعت المعمل ده جدول التعويض كل واحد يكتب بقى ايه النقط يوم الثلاث 7 5 يوم الثلاث 7 5 هقول بترتيب الحصص الحصه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه خلاص كده يوم الثلاث 7 5 سيكشن 40 بعد كده 18 بعد كده 20 بعد كده 24 ده الثلاث 7 5 سيكشن 40 18 20 24 الخميس 9 5 الخميس 9 5 السكاشن 28 46 16 32 الخميس 9 5 28 46 16 32
اكسبيرس باور دي اخر حاجه عندنا. قبل دي تحت ال 10 سنوات. 10 سنوات. لو سمحتوا نركز الموضوع سهل. بقول لكم سهل وسيبته سهله ومباشره وفي الامتحان هيبقى جزء مضمون. ما تسالونيش اكمل. خلاص؟ في شابتر 4 درسنا الاتصال والانعكاس على سطح مستوي. كان الانترفيس سطح مستوي ما بين تو ميديا. ميديا كان فيها ريفراكتيف اندكس مثلا ايه وان، والميديا اللي بعدها الميديا اللي بعده فيه ريفراكتيف اندكس ايه. ودرسنا بقانون سنيلز لو البريزم. البريزم ده عباره عن ايه من الاخر؟ عباره عن انكسارين ورا بعض في سطحين مستويين. تو بلين سيركل. السطحين دول عاملين مع بعض شكل مثلث. فالسطح ده هيحصل عليه انكسار. ودرسناه بسنيلز لو. خدنا الرجل انكسر وكسرناه تاني على الوش التاني فده البريزم. نفس الكلام هنكرره النهارده بس على سطحين كرويين سبيريكال. فالسطحين هنبدا الاول بسطح واحد، هنبدا سطح واحد انكسار على سطح واحد كروي، وش واحد من عدسه بس. وبعدين هنركب جنبه الوش التاني. وزي المرة اللي فاتت في البريزم لما درسنا ان في حاجة اسمها ديفيشن وحاجة اسمها ديسبرجن. لما نخلص الانكسار على وش من تاني نعمل عدسة على بعضها، هنتكلم عن الديفيشن والديسبرجن بطاقة. فاحنا ماشيين بنفس السيكونس بتاع البريزم، بس الفرق ان بدل ما كان سطحين مستويين يبقى سطحين كرويين. تو سبيريكال سيرفيس. القصة الأولانية ايه؟ دي شوية تعريفات للبارامترز اللي موجودة على الفكرة اللي هناك الرسمة دي. لو أنا عندي سطح كروي سبيريكال سيرفيس نص القطر بتاعه ار، ونص القطر بيتحسب من السنتر اوف كيرفج، يعني ده سطح كروي. السطح ده هو الفاصل ما بين اتنين ميديا. الميديا الأولاني ناحية الشمال الريفراكتيف اندكس بتاعه اسمه ان، وناحية اليمين اسمه ان داش أو ان برايم. السبيريكال سيرفيس ده حتة من كورة مركزها سي، ونص القطر بتاعها اللي هو المسافه من سي لحد السطح نص القطر اسمه ار. وهنفترض ان انا عندي اوبجكت يعني جسم محطوط عند النقطه او، او اختصار اوبجكت، وفي رئيس اشعه واخده صوره الاوبجكت ده ورايحه ناحيه السطح الكروي ده. الاشعه هتقابل السطح في النقطه دي. المفروض ان شويه هينعكسوا، مش هيهمها الانعكاس خالص. الانعكاس ده يبقى ميرور، واحنا الميرورز اتلغت من علينا. في شويه هينكسروا يحصل لهم ريفراكشن الناحيه الثانيه. الشويه اللي هينكسروا الناحيه الثانيه دول هيوصلوا هنا ويعملوا لي صوره للاوبجكت بنسمي الصوره ايمج وليها رمز ار. بنقيس المسافات من اوريجن. ايه بقى الاوريجن اللي عندنا في الرسمه؟ النقطه اللي اسمها الفيرتكس او اختصارها بي، كابيتال بي عشان في عندنا سمول بي. يعني هنا دي الكابيتال دي، دي الفيرتكس او الراس بتاعه العدسه اللي هي موجوده هنا في منتصف السطح الكوري. يعني السطح ده اشوف ماشي ازاي نصه كده يبقى ده الفيرتكس. الخط الواصل ما بين الفيرتكس والسنتر اوف كيرفتشر سي ده بنسميه البرنسبال اكسس او المحور الرئيسي للسطح ده. طيب يبقى عرفت ايه هي او وبي وسي واي. اللي حصل انه كان في ري طالع من او خبط هنا اتكسر نزل هنا عمل صوره. عايز ادرس العلاقه، ايه الهدف بتاعي بقى؟ عايز العلاقه ما بين ثلاث حاجات. ده هو اثبات عملي. ما بين المسافه يو اللي احنا بنسميها الاوبجكت ديستنس اللي هي المسافه من او لحد في. زي ما قلنا البي ده هو الاوريجن بتاع الرسمه. بنقيس كل المسافات من دي. فالمسافه من او لحد دي دي بنسميها الاوبجكت ديستانس او المسافه بتاعه الجسم من العدسه اللي هي دي. والمسافه من الفيرتكس لحد الايمج دي بنسميها سمول في. سمول في دي بنسميها الايمج ديستانس. كل التعريفات مكتوبه هناك. كويس؟ فانا عايز العلاقه ما بين يو وفي وار والامات ان وان برايم او ان داش.
طيب العلاقه دي سهله قوي. احنا هندرس فيري سبيشال كيس، كيس سهله اللي هي باراكسيل ريليز. يعني ايه باراكسيل ريليز؟ معناها ان الاشعه اللي في المسألة ماشية تقريبا تقريبا موازية للبريسبال اكسس. الاشعة اشعة بروباجيشن تقريبا موازية للبريسبال اكسس. يعني ايه تقريبا موازية؟ يعني يا اما موازية فعلا يا اما عاملة زوايا صغيرة. يا اما عاملة زوايا صغيرة. طب كلمة زوايا صغيرة دي انا هترجمها في الرياضة دي. ان ثيتا زاوية اسمها ثيتا بتساوي ساين ثيتا بتساوي تان ثيتا. لو زاوية صغيرة بيبقى ثيتا بس ثيتا بالراديان. يعني لو جات لك مسألة فيها ثيتا زاوية كده في المسألة بالذات في السمول انجل بريزم بتاع المحاضرة اللي فاتت. السمول انجل بريزم اللي هو البريزم اللي زاوية الراس بتاعته ايه؟ الابكس انجل دي صغيرة. ابدا احكم عليها انها صغيرة لان دي ليها قوانين سبيشال كيس، ليها قوانين خاصة بيها لما تكون الزاوية صغيرة. لو حد ذاكر يعني المحاضرة اللي فاتت. ف امتى اقول ان الزاويه دي صغيره؟ لما اعمل تيست كده على الاقل الاقي ان ساين ثيتا يساوي ثيتا بس ثيتا بالريدي. احنا مش عارف سالنا على الكوب بتاعته لو الاقل 15 درجه. ما انت تجيب ساين 15 ده هيبقى 0.25 وبعدين في 5 ال 15 دي لو الهرم جت 15 في باي على 180 هتلاقيها 0.26. فالساين بتاعها هو 0.25 والزاويه اللي انا قلتها للريدي 0.26 الاثنين تقريبا بيساووا بعض وبالتالي اقدر افرض انها سمول انجل. وساعتها يبقى فاليد ان انا اشيل الزاويه واحط الساين بتاعها او اشيل الساين واحط الساين حسب المسألة. فهنا الزوايا اللي عندنا كلها صغيره. وبالتالي اي زاويه في الرسمه دي انا ممكن اشيلها وهحط هنا التان بتاعها. يعني الزوايا اللي عندنا هنا مثلا الزاويه الفا هيبقى التان بتاعها بيساوي مسافه اتش اللي هو من عند النقطه دي نقطه الانكسار لحد البريسبال اكسس. المسافه دي اسمها اتش مقسومة على ده المقابل هنا ده المجاور اللي هو هيبقى ايه؟ يو. واحد يقول لي هي مش بالظبط يو، هي في حته صغيره كده انت ما تطلعش اسميها سمول دلتا اللي هي تذكر النقطه دي للنقطه دي. انا بتعامل مع عدسات اقساط اكبرها كبيره فالسطح بتاعها تقريبا 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 مهمل الكابتشر بتاعها مش بتاع صغير قوي. فانا ممكن اهمل الدلتا دي او المسافه بين النقطتين دول. يعني لما انا انزل عمود من نقطه الانكسار هنا على البريسبال اكسس المسافه دي اسمها اتش. المسافه بقى من النقطه دي لحد الاوبجكت هي المفروض يو زائد حته صغيره. انا هنزل الحته الصغيره فده نوع من الابروكسيميشن. فبالتالي انا ممكن في الاثبات اللي هقوله دلوقتي الفا اشيلها واحط ايه يا جماعه؟ التان اتش على يو. التان بتاعها اللي هو ايه يعني؟ اتش على يو صح؟ طيب هيقابلني لي كمان بيتا ممكن اشيلها واحط ايه؟ اتش على بي. اتش على بي وزيتا اتش على المسافه دي هي زيتا من عند السنتر في مسافه الكونفنشن فالمسافه المجاور بتاعها هيبقى ايه؟ الريت صح. يبقى انا في الاسمات ممكن اشيل الالفا واحطها اتش على يو. انا لسه بقول الاسمات ممكن اشيل الثيتا واحطها اتش على ار ممكن اشيل الثيتا واحطها اتش على في سمول في. بس كده ادي كل القصه. ايه الاسمات ده؟ انا عايز ايه؟ دايما وانت بتذاكر لازم تبقى عارف هدفك من الاسمات انت رايح فين. ناس كتير بيقعدوا يسالوا كل شويه حد راح يسال انا عايز ازاي الفيزياء اعمل ازاي الفيزياء اعمل ايه عشان يبقى الفيزياء طيب انا كنت بذاكر ازاي؟ زمان وانا صغير طيب بذاكر اول المحاضره وانا بذاكر المحاضره كل ما بيني قانون بحطه في ورقه واحده. خلصت المحاضره اعمل لسته القوانين اخد لسته القوانين دي واحل المسائل. احل المسائل بايديا مش اقراها واخد وبعدين اشوف الصح. ما تشوفش الحل على طول، اقرا المساله حلها غلط. لما تحلها غلط وتشوف الصح نسبه انها مش تشوفها تاني. ايه اللي هتسال يا معلم؟ ده صعب يا معلم صعب. انا عايز علاقه من يو وفي وار والاناث. انا كل اللي اعرفه
فلو هنا اخباره ايه؟ ام في ساين زاويه السقوط فاي بيساوي ام داش ساين زاويه الانكسار فاي داش. هي فين زاويه السقوط وزاويه الانكسار؟ قلنا في شهر 4 عرفنا زاويه السقوط والانكسار هي الزاويه ما بين الري والعمود على الانترفيس. صح؟ هنا فين العمود على الانترفيس؟ الانترفيس هو الفاصل اللي هو السبيريكال سيرفيس ده. فين العمود عليه؟ نص القطر بتاعه. فلو انا عندي دايره او كوره العمود عليها هو نص قطرها. فانا عندي النورمال هنا العمود على الانترفيس هو نص قطر، يعني وانا جاي من سي كده خط النقط ده هو العمود. فتبقى زاويه السقوط هي الزاويه ما بين الشعاع والعمود، هتبقى دي هي زاويه السقوط. والانكسار هتبقى ما بين الشعاع اللي انكسر ده والعمود اللي هي دي اسمها فاي داش. الناحيه دي فاي وان والناحيه دي فاي داش وان داش. وبالتالي هيبقى ان ساين فاي بيساوي ان داش ساين فاي داش. وهشيل ساين الزاويه واحط الزاويه. فهشيل ساين فاي واخليها فاي. وهشيل ساين فاي داش واخليها فاي داش. شويه مثلثات. فاي بتساوي الفا زائد بيتا، زاويه خارجيه من المثلث. وفاي داش بتساوي الفا ناقص تيتا. فاي داش بتساوي سوري تيتا بتساوي الفا داش زائد بيتا، يبقى فاي داش بتساوي تيتا ناقص بيتا. وبعدين هشيل بقى الفا وبيتا وثيتا زي ما شرحنا، واحط كل واحده من التم بتاعها اتش على يو واتش على في واتش على ار، واشيل الاتشات مع بعض، فهلاقي في الاخر المعادله ترسى على المنظر ده. اقرا المعادله دي ازاي؟ ده اول اثبات، ده مهم جدا لان ده يعني كل حاجه مهمه دلوقتي. دي بتتقال ازاي؟ ام اللي هو ريفراكتيف اندكس او معامل الانكسار بتاع الوسط اللي فيه الاوبجكت، يو المسافه بتاعت الاوبجكت، ان داش الوسط اللي هيتكون فيه الصوره، وفي المكان اللي هتتكون فيه الصوره، ار نص القطر بتاع السبيريكال سيرفيس، وان داش وان الفرق ما بينهم، ان داش تحصيل الفرق ما بين الريفراكتيف لما اجي اقراها وانا بحب المساله عشان الموضوع هيتركب على بعضيه دلوقتي. اقراها كده. ان اللي جاي منه اللي هي ان هنا على يو المسافه اللي جايه منها، احفظها كده عشان تعرف تحل المساله اللي قلتها. بلس ان داش دي هقولها الريفراكتيف اندكس اللي رايح له، هو رايح فين؟ رايح في الاخر ناحيه ان داش على بي المسافه اللي هيطلعها بتساوي ان اللي رايح له ناقص ان اللي هيجي منه على الارض. طيب هنشوفها دلوقتي المسألة. طالب الإشارات يا عيال. طالب الإشارات. يو وفي وآر كل واحدة منهم ممكن تبص كمان. طيب انا لازم اعرف
الزوم مش نافع. طيب الناس اللي ورا دول كلهم بالذات جابوا تي. طيب ايه قاعده الاشاره؟ يو وفي وار كلهم رموز. لما اجي اعوض عنهم في المساله ممكن تكون يو دي لما اجي اعوض عنها موجب او سبب. كذلك الفي كذلك الار. يمكن يكون عندكم فكره عن اليو والفي في الاول. اليو بتبقى بوزيتيف لو كان ريل اوبجكت. يعني ايه ريل اوبجكت؟ يعني اسم حقيقي. اسم موجود. يبقى باخد اليو للبوزيتيف. لو كان الجسم تقديري مش موجود بس انا مقدر انه كان هيبقى هنا في اوبجكت ساعتها باخد اليو بنجاح. الفي تبقى بوزيتيف لو حصل ان اتكونت صوره حقيقيه. وتبقى نيجاتيف لو ما اتكونتش صوره او صوره تقديريه. مش مشكله في يو والفي قوي دول سهلين حتى في المسائل. المشكله في الار. الار انت تتكلم في المسائل. لو لقيت ان الاوبجكت والسنتر الاو والسي الاثنين في جانبين مختلفين من السطح الاو في ناحيه والسي في ناحيه يبقى ساعتها تاخد الار رقم موجب زي المنظر اللي هناك ده تبقى الار موجب. لو لقيت ان الاو والسي الاثنين في نفس الناحيه من التخصيص تاخد الار بالسالب. الكلام ده شفته في المساله دلوقتي. فلو كان الاو والزي الاثنين في ناحيتين مختلفتين ساعتها باخد الار بالموجب. لو كانوا في نفس الناحيه باخد الار بالسالب. فدي قاعده الاشاره. كده هعرف المفروض ان انا اعوض الاشارات صح في المساله. اخر مساله في المسائل المحدوده فيها غلطه مقطعيه في اخر صفحه خالص في شابتر 5 في اشاره الار معوض عنها غلط في سالب 10 المفروض انها تكون موجب 10. المسافة بينها وبين الفيرتكس دايما بنحسب المسافات بين الفيرتكس
من راس العدسه هنا المسافه دي هسميها اف داش بار، بس اف الكبيره معاها نقطه فين، والاف الصغيره هي المسافه. يبقى الاف الكبيره كابيتال اف هي النقطه نفسها اسمها على الرسمه اسمها اف داش. الاف الصغيره سمول اف دي المسافه ما بين اف داش الكبيره والبيرج سمول. ففي الحاله دي هتبقى دي هي الفي بتاعتي السمول في او المكان اللي هتتجمع فيه الاشعه، فهقدر اعوض الام داش على بدل الفي احط ايه؟ احط اف داش. كويس، ده بيساوي ام داش ناقص ام على ار. وبالتالي خلاص دي ساعتها اتقسمنا، انا عايز اف داش هقلب المعادله بس الترم اللي راح قال لك صفر حاجه انا كتبت بتساوي صفر، فيبقى عندي اف داش بتساوي ار على او ار في ان داش على ان داش ناقص ان. تمام؟ صعبه دي؟ لو جبتها بالعكس، لو الاشعه جايه متوازيه من ناحيه الاي من الوسط ان داش، المفروض برضه انها تتجمع في مكان ما اسميه بؤره او كابيتال اف بتاعت الوسط اللي ناحيه الشمال اللي هو الميديم اللي اسمه ان. فان هيبقى دي بؤره اسمها اف كابيتال، والمسافه بينها وبين الفيرتكس نفس القصه دي سمول اف. فلما اجي اعوض فيه القانون ده في الحاله الثانيه ان على يو كويس؟ هنا في مشكله هقولها لكم زي ما قالها الكتاب، وبعدين هقول لكم عايز اعملها ازاي. الكتاب عملها ازاي؟ عمل دي كده زي ما احنا عملناها مفيش مشكله. جه في الثانيه وقال البؤره دي لو طلعت منها اشعه المفروض انها تطلع ناحيه الثانيه متوازيه، يعني عملها بالعكس. المفروض لو الاشعه جايه متوازيه تتجمع في البؤره صح؟ طب لو الاشعه طلعت من البؤره تروح فين؟ للماء النهائي. فهو الكتاب عملها كده، قال لك لو طلعت من الاف دي هتنطبق في السفيريكال انترفيس ده وتروح للانفينيتي. فهو عملها كده، قال لك برضه ان على يو يعني الاشعه جايه من هنا من الشمال برضه، يعني هو ثبتها في الحالتين جايه من الشمال وجايه من الشمال. فساعتها يبقى ان على هو جاي منين؟ ان على ايه؟ على جفا بلس ان داش في بالسرعه تروح فين؟ انفينيتي بتساوي الناحيه الثانيه ان داش ناقص ان على ار. وساعتها قال لك ان اف هتساوي ان في ار على ان داش ناقص ان. بس في المره دي ينفع تلاقي اللي هي لو عايز تعملها هو الكتاب عملها كده، عمل اشعه كده وجايه من ناحيه الشمال، جايه من الشمال متوازيه هتتجمع في اف داش، طبعا من الشمال من اف هتروح متوازيه وهتفضل تقارن مرتين فطلع الايه؟ الاف والاف داش. لو انت عايز تعملها بالعكس، لو عايز تجيب الاشعه من ناحيه اليمين واحد مصحصح كده هيقول لي نعمل ايه بقى؟ لو انا جاي من هنا والاشعه هتتجمع هنا تعوض القانون ازاي؟ ان ناقصين داش ان اللي جاي منه هو جاي من فين؟ من داش صح؟ على المسافه اللي جايه منها الفيديو هيروح الناحيه الثانيه، يبقى عندي ان على اف بيساوي ايه؟ ان ناقص ان داش على ار. لو انت عاملها بالعكس، لو انت عايز تجيب الاشعه متوازيه هو الاثنين صح يعني كده او كده صح. اللي عمله في الكتاب عمل الحاله السابقه، الاشعه جايه متوازيه جمعت البؤره او طلع من البؤره دي فهتطلع متوازيه. وراح مطبق القانون مرتين، مره هنا ومره هنا وطلع كده وطلع الفلاش. لو عايز تطبقها بالعكس، عايز تجيب اشعه متوازيه من ناحيه اليمين، هيبقى في القانون عندك ان داش على انفينيتي بلس ان على اف بيساوي ان ناقص ان داش على ار. صعب يا جماعه؟ وبالتالي هتبقى لسه ان داش على ان بتساوي ايه؟ لا شعر.
الاول فيه سؤال صغير كده في السريع، يعني هو الماجنيفيكيشن اللي هو التكبير بتاع العدسه. ايه هو التكبير؟ هو نسبه الطول بتاع الصوره بالنسبه للطول الاصلي. فلو كان عندي اوبجكت انا همثله بالسهم ده زي كده، السهم على فكره العدسات، هنقول ان الارتفاع بتاعه او الطول بتاعه واي، وهيكون له صوره اسمها الطول بتاع الواي داش. فنسبه الطول ده على ده واي داش على واي في ايه؟ مصدر السعاده الذاتيه. فنسبه واي داش على واي ده اللي انت بتسميه ماجنيفيكيشن. انتوا في اي اعدادي؟ يعني انتوا يعني رجل الاولى ورجل في اعدادي. لما تجيب صباع بالعربي ان ساين باي يساوي ان داش ساين باي داش. يعني ايه هدف من الاثبات دلوقتي؟ عايز الماجنيفيكيشن.
عايز نسبة y داش على y. ف n sin phi بيساوي n داش sin phi داش. واشيل الساين واحطها تاني او احطها الزاويه كلها زوايا صغيره. فانا هشيل الساين واحط مطرحها تاني. ايه بقى تاني؟ التان بتاع فاي من الرسمه دي مقابل على مجاور واي على مي. وفاي داش هو مقابل واي داش والمجاور بي. فانا ممكن اشيل الساين واحطه تاني او احطه الزاويه. هنا اختار انا احط التاني. فالتان هيبقى واي على مي والناحيه التانيه هيبقى واي داش على بي. وبعدين هجيب واي داش على واي من هنا والباقي في ناحيه ثانيه فيطلع الماجنتيشن بيساوي ان بي على ان داش يو. كويس؟ فده اسمها صغير كده. يعني الاهم بقى هو ايه؟ المساله دي صفحه 126 صفحه 4 بتقول ايه؟ عندي رقم ازاز الماتيريال بتاعته ليها ريفراكتيف اندكس 1.5 لازم نفهم دي كويس عشان الاثبات اللي بعدها ده اهم اثبات عندنا. المسألة بتقول عندي رد ازاز طوله 60 سم انصاف اقطار الوشين بتوعه او في الاخر عملوا بولشين كده صقلوه كده الناحيات والناحيات بولشين فبقى فيه تمبتشر هنا نص القطر الار بتاعه 40.5 سم ار 2 10 سم. الرد ده معمول من ازاز الريفراكتيف اندكس بتاعه ان بيساوي 1.5 وحط اوبجكت على مسافة 20 سم الاوبجكت ده على مسافة 20 سم من الوش الاولاني. السؤال الصورة النهائية هتبقى فين؟ بالمعلومات اللي عندنا لحد دلوقتي انا هضطر اخلي المسألة دي على كام خطوة؟ على خطوتين. ليه؟ لأن ما عنديش قانون الاثنين سبيريكال سيرفيس. أنا عندي قانون لحد دلوقتي سبيريكال سيرفيس واحدة. هتعرف الإثبات اللي بعدها إيه؟ انا هعمل قانون للسبيريكال سيرفيس بسرعه. خلاص لحد دلوقتي انا عندي قانون واحد بس هحل بيه اللي هو الانكسار على السبيريكال سيرفيس واحد وهضطر ان اطبقه مرتين. نطبق مرتين القانون يو ان على يو بلس ان داش على بي ايكوال ان داش ماينس ان على صح؟ نطبق على اول وش الوش الاولاني ان اللي هو جاي منه جاي من هواء واحد لو ما جابش فيه ده الماتيريال دي او الميديا دي اعتبر ان هو هواء ده بيساوي فهيبقى التان بتاعتي واحد على المسافه بين الاوبجكت والوش الاولاني المسافه كام؟ جبت في المسافه 20 سم يبقى واحد على 20 انا هشتغل من الصفر خلاص الشغل اللي انت عايز انا هي بس هتلاقي بالسم دلوقتي ان داش هو رايح فين؟ رايح فين؟ رايح للازاز فان داش تبقى كام؟ 1.5 على في بتساوي كام؟ عايز اعرف ما اعرفش هو ده المطلوب في المساله بس هو المطلوب فين؟ انا ما اعرفش فده مجهول مثال ان داش 1.5 اللي هو رايح له ناقص ان اللي جاي منه 1 مقسوم على الوش الاولاني ده 6.5 هنحط بقى قواعد الاشارات ازاي؟ دلوقتي الاوبجكت احنا على وضع على طول اليوم تاخد رقم موجب ان الاوبجكت ده اوبجكت حقيقي. كويس؟ الجسم ده جسم حقيقي موجود فاليوم بتاعته موجب مفيش مشكله فهطلعها 20 سم على طول. الفي هتطلع ايه؟ معرفش سبتها رمز تطلع بقى موجب تطلع سالب حسب الظروف. الار هحطها يا موجب يا سالب. موجب وسالب على اساس القاعده اللي اتكلمناها من شويه اللي هي ايه بقى؟ لو كان الاوبجكت والسنتر في ناحيتين غير بعض الار دي موجب. لو كان الاوبجكت والسنتر بتاع الوش الاثنين في نفس الناحيه الار سالب. في الحاله دي ايه الموقف؟ ادي الاوبجكت اهو هنا ناحيه الشمال السطح ده هيبقى السنتر بتاعه فين؟ هنا شمال ولا يمين؟ يمين. صوم يمين يمين معرفش ايه بس يمين وخلاص. فاكيد الاو الاوبجكت شمال واكيد السي السنتر بتاع الوش ده يمين فالاثنين على الحتتين المختلفتين من الانترفيس فبالتالي الار بوزيتيف منها 5. هتعوض هطلع الفي بتساوي 30 سم. في طلعت موجب و30 معنى كده موجب يعني في صوره هتتكون فعلا ما هياش فيرتشوال ما هياش تقديريه. و30 سم من اول فين؟ فين المسافه اللي لسه مش يا جماعه؟ دايما من الفيرتشوال ما
في النص العدد سلام. فيبقى عندي البيئة تتكون على بعد 30 سنتيمتر من النقطة دي. الرب ده طوله كام؟ 60 سنتي. يبقى الصورة تتكون فين؟ في نص. يبقى لو عندي ريز طلع كده اهو هتعمل لي صورة هنا. كويس. يبقى ده البيئة الأولانية. هسميها دي واحد علشان انا هضطر اقوم بقانون تاني، فمعلش هنسميها دي واحد، بيئة دي نسميها مثلا دي واحد. كويس؟ فيبقى دي واحد طلعت 30 سنتي وتبقى هي المسافة من هنا لحد هنا، كده؟ ده اسمه دي واحد بيساوي 30 سنتي. خلصت المسافة ولا لسه؟ لسه في سيرفيس تاني، لو ما كانش في سيرفيس تاني كانت خلصت المسافة. طيب الأشعة اللي عملت صورة، الصورة دي دلوقتي اصبحت هي مصدر جديد او اوبجكت جديد للوش اللي بعد كده. المسافه من هنا لهنا كام؟ 30. طول الرد ده كله 60 سم. المسافه دي 30 سم، فاللي باقي 30 سم، فالمفروض ان المسافه دي من الجيومتري بتاع المساله تطلع 30 سم. لما اجي اطبق القانون تاني هقول اكتب القانون تاني ام على دي بس ان داش على دي النهائيه اللي هنسميها دي بيساوي ان داش ناقص ان على بعض. ان ناقص ان اللي جاي منه 1.5. انا بطبع على الوش التاني الاصل الاوبجكت فين دلوقتي؟ جوه ال في الازاز ولا في الهواء؟ الازاز. الازاز. فيبقى ال ان بتاعتنا هنا 1.5 على يو المسافه بين الاوبجكت والسبيريكال سيرفيس 30. 30 سم هي المسافه من اول هنا لحد هنا 30 سم. وموجه ليه؟ لان ده حاجه حقيقيه، حاجه اتكونت فعلا، ده حاجه حقيقيه. ازاي؟ بلس ان داش هو ايفينشوال رايح فين في الاخر؟ واحد. ان داش هو رايح له، هو رايح فين؟ طالع من الهواء تاني بره. انا متوقع ان هو بعد ما يتكسر هنا طبيعي هتبقى الصوره في الهواء. فيبقى ان داش واحد. في النهائية اللي هي الفي من أول فين بقى؟ احنا خلصنا السيرفس الأولاني خلاص، بنتكلم عن السيرفس التاني، المسافات بتتقسم فين يا جماعة؟ من البرز، من النص، يعني الفي اللي في القانون اللي هناك دي بتتقسم فين؟ من أول هنا. فهو أنا أتوقع إن يحصل صورة على مسافة دي فين؟ معرفش. سمول في، ده الفيرتكس كابيتال في. فيبقى واحد على دي اللي معرفهاش، في ثابت. واحد ونص. ان داش اللي رايح له هو رايح لمين؟ واحد هو. للهواء واحد. ناقص ان اللي جاي منه؟ واحد ونص. نيجاتيف. على الار، اخبار الار ايه هنا؟ نيجاتيف. الجسم والسنتر الاثنين على نفس الناحيه. فالسيرفيس ده السنتر بتاعه هيبقى فين؟ صبره ناحيه الشمال. لو هو كده اكيد السنتر بتاعه حته حته. فالسنتر بتاعه شمال والاوبجكت بتاعي شمال، الاثنين في نفس الناحيه. فلما اجي اعرض على الريدس لو 10 سم هكتب ناقص 10. هتيجي تعوض هتلاقي ان في بتساوي انفينيتي. لما في تساوي انفينيتي معنى كده الصوره رايحه فين؟ يبقى انا كل اللي عملته هعيد تاني بسرعه ان انا طبقت القانون بتاع الانكسار مرتين. المرة الأولانية من الهواء للإزاز فإن بواحد وإن داش واحد ونص. وكان الأوفر والسنتر بتاع الإزاز 100. تخش اللي بعده؟ لا لا. الريدس والكمبيوتر كان موجة في الحالة الأولانية إن الأوفر والسنتر الاتنين في الحتتين من بعض. لقيت صورة حقيقية يبقى ده عامل الأوفر الحقيقي اللي بعده. فكانت اليو في المرة التانية مصدر. فكانت اليو في مصدر. وبعدين الدي معرفش. وبعدين الار نيجاتيف لان السنتر والجسم الاثنين في نفس الاتجاه شمال فالار نيجاتيف. طيب سؤال بقى لو كان الطول بتاع الرد ده سؤال لو كان الرد ده الطول بتاعه اقل من 30 سم الصوره بتاعتي الصوره الاولانيه طلعت على مسافه كام؟
30 سنتي. يعني ده اتعمل له صوره هنا على بعد 30 سنتي من الفيرتكس دي. طيب لو انا قررت ان الطول بتاع الرد ده اقل من 30 سنتي يعني يخلص صفر مثلا، دي بتتحل ازاي؟ دي زي احنا مثلا في الكتاب اللي فيها تايبو او خطا مطعن. دي بتتحل ازاي؟ هتحل السيرفس الاولاني عادي خالص سوبر بوزيشن، انت بتحل السيرفس الاولاني وتخلصه مالكش دعوه بالتاني، ده مش موجود خلاص؟ وهتطلع المسافه 30 سم. طلعت المسافه 30 سم. في الحقيقه بقى هل الصوره دي الوضع ده اتكونت فعلا؟ لا. فلما انا طبق الطمع على الوش التاني هيفرق معايا كذا حاجه. اول حاجه هشوف المسافه دي كام؟ هتبقى دي اليو دي دي صح؟ يعني في الوش التاني هتبقى هي دي المسافه اللي اسمها يو الجديده. تطلع كام؟ تطلع 30 ناقص السمك بتاع العرش. يعني لو كان سمك العرش دي مثلا 10 سم مثلا في الوضع الجديد هتبقى دي كام؟ ب 20. ليه؟ لانها تتكون هنا على بعد 30 من ده اهو، والفرق من هنا لهنا 10، يبقى الفرق من هنا لهنا 20 سم. ولما اجي اعوض في القانون اقول ايه؟ هقول ام على يو بلس ام داش على في. انا اول ما اعرفش الكلام ده وادهولهم في الامتحان. فلو سمحتم ما تستفزوش المحاضره، مش من مصلحتي. هيساوي ام داش ماينس ام على ار، صح كده؟ فلو كان الوضع كده كانت هتبقى اليو كام؟ نيجاتيف. واحد يكون مصحصح كده؟ نيجاتيف 20. ناقص 20، ليه ناقص 20؟ هي كونت على اول 30 من هنا، صح؟ انا لما بحل اول وش ما بشوفش الثاني ده خالص. بحل الاولاني واخلصه، الثاني ده مش موجود. وبعتبر الدنيا كلها كده اساس. خلاص؟ خلصت الوش الاولاني، احط بقى الثاني. الوش الثاني هيبقى على بعد من ده على بعد 30 من هنا، وده على بعد 10 مثلا من هنا، يبقى المسافه دي 20. بس هل ده كام في الحقيقه؟ لا. فهيبقى يو 20 بالنسبه للوش الثاني بس نجح. كويس؟ فهيبقى هو كامل لو كان جاي برضه من الازاز ورايح للهواء، يعني 1.5 على ناقص 20 بلس رايح للهواء 1 على في ما اعرفهاش بيساوي ان داش في الاخر 1 ناقص 1.5 على الريدس. الريدس اللي اخباره ايه؟ بص ده بلس. انت دايما بتبص للريديوس على الوضع بتاع الشعاع الاصلي. الشعاع الاصلي جاي من الشمال. كويس؟ ده بالنسبه له يطلع ريديوس بوزيتيف، ده يطلع ايه؟ ده يطلع ايه؟ نيجاتيف، فده هيبقى ناقص 10 سم. قاعده الريديوس، الريديوس بتبص دايما على الشعاع الاصلي. هي ما هياش فيزيكس، بصوا يا جماعه. ده اسمه موديلنج. ده اسمه موديلنج رياضي، احنا بندور على شكل رياضي يكسر الفيزيك. فالشكل اللي هناك ان يعني دايما الريديوس بيتحط حسب اتجاه الشعاع الاصلي. الشعاع الاصلي جاي من الشمال، السنتر يمين يعني ده شمال وده يمين يبقى ممكن. الشعاع الاصلي جاي من الشمال والريديوس محطوط السنتر بتاعه شمال يبقى شمال وشمال يبقى نجم. طيب عشان نحل المشكله دي هنجيب قانون في سبيشال كيس. لو كان الرد ده مش عايز زن دكتور. نعم. هي ليه ان بواحد ونص مش مكتوب واحد؟ لانها جايه من الهواء. تاني هقول المساله دي تاني بسرعه. لو حصل انت هتحل الوش الاولاني عادي خالص، دي مشكله في دي؟ دي مفيهاش مشكله خلاص. المفروض الوش الاولاني ده بيعتبر ان شماله هواء ويمينه ازاز، دي مشكله في دي؟ مفيش مشكله. لما اجي اركب الوش الثاني هعتبر ان القصر جاي من الازاز. يعني انا وانا بحل الوش الاولاني كان المنظر كده اهو، كل ده هواء وكل ده ازاز. لما اجي احل الوش الثاني احط الوش الثاني في المكان بتاعه وهعتبر ان الصوره بتاعت الوش الاولاني اللي هتبقى الاوبجكت بتاع الوش الثاني جايه برضه من الازاز. هي في الحقيقه من الازاز. يعني هو الريق بيتكسر مرتين، مره كده يتكسر ومره ثانيه يتكسر. فهو الحقيقه هو جاي من الازاز. وايفينشولي رايح الهواء. فانت هتحل نفس الترتيب بتاع المساله العاديه بس كل الفرق شويه شرايط.
شرط ليون هي في الحقيقة ما تكونش الجسم ده فده وإن الريدس بتاعه هيبقى كما لو كانت نفس القسم ده جاي من الشمال وده يمين وده شمال يبقى في نفس الناحية اليمين. هنشوف القانون دلوقتي اللي هنستنتجه وده هيسهل الموضوع شوية. القانون اللي هنستنتجه للفين لينسز ويبقى عندي سطحين وهنشوف هنتصرف عامل ازاي. دلوقتي في السيلنس القانون بتاع ده اهم حاجه في العدسه الرقيقه او في السيلنس بيبقى عندنا وشين مع بعض. فانت ممكن تعمل ايه؟ نخليها زي المساله اللي فاتت ترسم الوش الاولاني وبعد كده تكون الصوره بتاعت الوش الاولاني تبقى صوره تخيليه للوش الثاني لان هي ما تكونش ما عرفش تكون الوش الثاني قبل ما على طول. وبعدين تجيب الصوره النهائيه. طيب بدل ما انا هحل مساله التندنس دي على خطوتين ما انا هعمل لها قانون جنرال ينفع ده. ايه القانون ده؟ هحل المساله على خطوتين، الخطوه الاولانيه ايه؟ دلوقتي عندي التندنس دي ان جنرال شكلها كده عباره عن سطحين ليهم ريديس ار واحد وار دي. وهقول ان هي ليها ارتفاع في البانكس اسمه ام وموجوده في هواء، يعني شمالها هواء ويمينها هواء. فده اوبجكت هيطلع منه ري هيحصل له انكسار مرتين. عشان احل المساله دي انا هحلها السيرفس الاولاني لوحده كما لو كان السيرفس الثاني ده مش موجود خالص. نحل ان على يو بلس ان داش على بي بيساوي ان داش ناقص ان على بره. اول وش الوش ده شماله ايه؟ هواء. ايه يمينه؟ انا رميت الوش الثاني فيمينه ازاز لحد انفينيتي. يمينه ازاز دايما خلاص كده؟ يمينه ازاز دايما بس الوش التاني خالص. يبقى ان بواحد على يو بلس ان داش اللي هو الازاز هو مسميه في الاثبات في الكتاب بيسميه ان. يعني هو بيحل ما بين ان بواحد وان داش بيسميها ان بتاعت الازاز. يبقى اسمها ان. على المكان اللي هتتكون فيه الصورة. عشان احل المسألة على مرتين هسمي المكان الأولاني حاجة غير بي عشان يعني أخش بيه كده إيه؟ للفاينل فورمولا. فأنا هسميها مثلا دبليو. يبقى الصورة هتتكون على مسافة اسمها دبليو. بتساوي إم اللي رايح له ناقص واحد على الريدس الأولاني أر واحد. أر واحد موجب ولا سالب؟ ما يهمنيش. ما في احتمالات كتير، ممكن تكون عدسه شكلها كده، شكلها كده، شكلها اي حاجه. فانا هنا في الريديوس مش هحط اشارات، دي مش مساله بحلها، مساله قانون. فانا هحط القانون بالسيمبلز بالرموز طالما انا مش عارف. يعني الريديوس ده ممكن تكون عدسه شكلها كده، ممكن انا عايز عشان القانون معايا ممكن يكون الريديوس كده. انا مساله القانون معايا، فعلشان كده مش هحط اشارات لا الريديوس واحد ولا الريديوس اثنين، بعد ما مسكت القانون خالص لما اجي احل مساله هشيل ار واحد وشيل ار اثنين واحطهم هم الجزئين، خلاص كده؟ اتفقنا دي؟ واضحه؟ تاني انا بسلم القانون معايا، علشان كده ممكن تكون شكل العدسه كده، ممكن يكون شكل العدسه كده، ممكن يكون شكل العدسه كده، ممكن يكون اي حاجه. فعلشان اسلم القانون معايا انا مش هحط اشاره الريدس، علشان ما يبقاش استنتجت القانون لريدس معين او سيرفس معين. هحط الريدس بسيمبل ار واحد. كويس. يبقى هنا انا عرفت الحاله الاولانيه اختارها. نحط بقى السيرفس الثاني. لما اجي احل السيرفس الثاني هل فعلا اتكون الصوره من السيرفس الاولاني في الحقيقه؟ يعني هل ده حصل فعلا؟ ده ما حصلش. السيرفس الثاني لما اجي اركبه بقى هيكون قطع الري ده فدي مش هتتكون في الحقيقه، صح؟ فدي هتبقى ايه؟ فيرشوال تقديرية أو تخيلية. بقول إنه لو ما كانش في السيرفس التاني، السيرفس التاني كان هيكون صورة للسيرفس الأولاني عند المسافة اللي اسمها دبليو. بس لما حصل السيرفس التاني ما ظهرش. فهي تقديرية. كويس. فلما أجي أطبق بقى في الوضع دي ستيفن راتين. الوضع الأولاني ده افترض إن ده هواء وده إزاز
الاوبجكت هنا في الهواء وطلع صوره عند الايه في الازاز، فده هرجع اصيغه على السيرفيس نمبر دي ادي الطلبه بشكل عام. طيب حد يكون صحصح بقى، بطلع على السيرفيس التاني انا جاي منين؟ من الازاز. عايز تبص لها انه كان السيرفيس الاولاني بيفترض ان كل الازاز وانت هتبص وهو تقديريا من الازاز ممكن، عايز تبص لها في الحقيقه ان العدسه مثلا شكلها كده، فاللي جاي من السيرفيس الاولاني معاك السيرفيس التاني معاك في الازاز يبقى برضه جاي من الازاز صح؟ يبقى انت جاي من الازاز في الحاله الثالثه اللي هو قال عدم المسافه بين نيجاتيف الصوره اللي المفروض كانت تتكون والسيرفيس الجديد كام؟ نيجاتيف دبليو ده السيرفيس نمبر 2، المسافه بينه وبين الصوره بتاعت الاولاني كام؟ دي تن لينز بقى، المسافه ما بين التو سيرفيسز مهمله. طيب انا كان عندي الصوره اتكونت على مسافه ده من السيرفيس الاولاني هتبقى هي ده من السيرفيس الثاني، بس لما انا اطبق مع السيرفيس الثاني هتبقى ده من موجب ولا سالب؟ موجب ولا سالب؟ الناس اللي ورا معايا هتبقى سالب ان على ماينس ار بلس ايفينشوال. الصوره في الاخر رايحه فين؟ رايحه فين في الاخر؟ رايحه في الاخر يبقى واحد.